قال الباطلون وسعير الصبر والصلاه وانا لكبيره الا للخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الملائكة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل نادرات ولا يغضب وضح وضح بكر أبك رضا أنا أحمد وقلنا يا آدم يعني يختارون الأولاد ويخلون الزلمة والمرأة يشتغلوا يخلون الزلمة والمرأة الخدمة نعم هذا أحد هذا تفسير آخر يخلوا المرأة عشان تخدم والزلمة يعمل عصام بالضبط ممكن يكون كمان أبنائكم كمان الرجال ليش؟ لأنه أبناء القبيلة هم الرجال والأولاد اسم أبناء القبيلة كان يموتوا أولاد يكون معنا. يعني قلنا إذا قلنا هذه القبيلة أقتلوا أبنائها واستحيوا نسائها فأبناء القبيلة تعني الرجال والأولاد كل شيء ابنها يعني هذا رجل ابن سوريا هذا ابن إيرلندا هذا لا 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 تخيل يعني أنت إيه يعني شرح لها هالعيلة قال اقتلوا ابن أولاد ابن حيا واحد بالبيت إيه لا مو حيا هذا لما تكون تحكي على العشيرة أنا تحكي على البيت لما أقول روحوا اقتلوا أولاد شو اسمه أولاد علي هذول مين أولاده أولاد أكيد يعني أولاد صغار ولا كبار أما مثلا قبيلة اقتلوا أقول اقتلوا أولادها واستحيوا نسائها يعني أولاد القبيلة مين أولادها كل الذكور كل أولادها يستخدموا كمان كم واحد مسلمين إيش يصيروا هيك يحشوا الأبواب درع مهم يلا أعوذ بالله يعني آدم ليش الله عاقبه لأنه أكل من الشجر على قول ما تأكل منه هاي طيب إذا شي مرة مسلمة يا بي وفرعون عليها تتضربط قدامهم شو يسوي؟ ما تتضربط وإذا شلحوا غصبا عنه لا حول ولا قوة إلا بالله شافوا جسمه ولازم توي كل يوم يعني تسوي يا فرعون بس ما كلها ما يتفرج عليها بابا كل شيء بالإكراه كل شيء بالإكراه بالإجبار مو ما عليه إثم إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والتجاوز وما استكرهوا استكرهوا يعني أجبروه ماشي يلا فالإكراه والإجبار يعني هما ملايين متقاربين ماشي يعني يا أبو معلش يعني إذا شلحوه هيك معلش يعني معلش هيك شلحوه لا مو معلش بس خلاص مين أبوي آدم مين؟ ما له أب آدم الله خلقه يا شلحوه بس بكالسيون وستياني وصار توي معلش لا معلش ما تقبلية وبالغاية غلط قوة ما ترضى لا بالقوة وتضرب الفرعون تلقى وجهه يقول ما بديش ولو اجي عن شي 100 واحد شلحوه وش يصير لك؟ خلاص صار شيء وإذ قلنا للملائكة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولا تقربا هذه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فترقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا إما يأتي أهلكم بهدى فمن تبع هداي قلنا اهبطوا منها جميعا إما يأتي أهلكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما نعطيهم
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا عسل كل يوم من الواحد لازم واحد مثل النوع يعني مو كل يوم يعني بيض كل يوم بيض تطلعوا ليش تطلعوا ليش بعدين واحد الأصل أي سمعت ونصرت جاجة أي ضيعت ونصرت أي دور هون كنت تقول هون من كان عدوان أي دور أيوك لا ما أي دور من كان عدوان صحيح 13 لا من كان عدوان لا صوت 15 13 إجا 13 صوت 15 أي صوت 15 هذا غش علينا بكر لا ما مش نصبر على ضعيف واحد من ربك يقول لنا ما تنبت أبي أبي يا وقفايا وفوميا وعدسيا وبطليا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم موسى كان عايش في مصر موسى كان عايش في مصر اهبطوا مصرا فإن لكم ما